كب كيكس الشوكولاتة مع حشو فطيرة البيكان وفروستينج زبدة البيكان، ومقادير الكب كيكس هتكون 1 كوب زيت، 3/4 كوب كاكاو، 2 كوب زبادي، 2 كوب دقيق، 1/4 كوب سكر، 3/4 معلقة صغيرة ملح، 1.5 معلقة صغيرة بيكنج سودا، و2 بيضة. بالنسبة لحشو تارت البيكان عندنا 2 معلقة كبيرة نشا، 1/4 كوب ماء بارد، 1/2 كوب سكر بني، 3/4 كوب شراب الذرة، 3 بيضات، 1/4 معلقة صغيرة ملح، 1 كوب بيكان مقطع أو مجروش يعني، و1 معلقة صغيرة فانيليا. بالنسبة لفروستنج زبدة البيكان عندنا 1/4 كوب زبدة، 1/3 كوب كريمة، 1/4 كوب سكر بني، 3 كوب سكر بودرة، 1 معلقة كبيرة فانيليا، 1/4 معلقة صغيرة قرفة، 1.5 كوب بيكان مجروش، و3/4 كوب زبدة. دلوقتي نبتدي بالكب كيكس نفسهم. هنحط 1 الزيت والسكر والبيض الثلاثة مع بعض ونضربهم. هنضربهم بالويسك، وبعدين هنحط المقادير الجافة مع بعض اللي هي الدقيق والكاكاو والملح والبيكنج سودا. طبعا احنا بنستعمل بيكنج سودا لان عندنا زبادي، واحنا عارفين ان البيكنج سودا بنستعملها مع اي حاجة فيها حاجة حامضة زي الزبادي او اللبن الرايب او السكر البني او العسل الاسود. كل الحاجات دي لازم نستعمل معاها البيكنج سودا مش البيكنج باودر. ساعات ممكن نستعمل شوية وشوية، شوية بيكنج سودا وشوية بيكنج باودر. البيكنج باودر بتشتغل مع الحاجات الغير حمضية اللي هي alkaline لكن البيكنج سودا مع الحاجات اللي هي حمضية. ودلوقتي نحط مقادير الجافة والزبادي ونخلطهم بالراحة خالص لمجرد ان هما يختلطوا مع بعض. اوكي كده اختلطوا تقريبا، هكمل اتاكد ان ما فيش حاجه لازقه في الجنب او في القاع، واقلبهم اخر تقليبه. واسيبهم على جنب وابتدي اعمل الحشو بتاع الكب كيكس. الحشو بتاعهم هيكون اني احط اول حاجه الميه وال نشا علشان أدوب النشا في المية الباردة، ولما أتأكد إنه داب أحط بقية المقادير. نحط الفانيليا والملح
السكر البني والجلوكوز، أو أنا أسفة شراب الذرة. وكمان البيض. ونقلبهم كلهم مع بعض. وناخدهم على النار. بس أتأكد إن البيض اتقلب كويس الأول قبل ما أحطه على النار. أقلب مع بقية المقادير كويس. وحنبدأ نقلبها على النار لحد ما الخليط ده يتخن ونقدر نستعمله كحش، وبعدين هنحط عليهم البيكان. أوكي. وزي ما احنا شايفين تخنت، ودلوقتي هشيلها من على النار وأضيف عليها البيكانز. يبقى كده عندنا الحشو. بتاع الكب كيكس جاهز. هنجيب عجينة الكب كيكس وهنحط مش كتير، هنحط نص المقدار اللي احنا مفروض نحطه. وبعدين هنجيب الحشو ونحط وبعد كده نرجع نحط فوق الحشو تاني. وبكده يبقى حشينا الكب كيكس بتاعتنا وندخلها الفرن. وفي الوقت اللي هي فيه في الفرن هنحضر الفروستنج او الايسنج اللي هنحطه عليها، وهتدخل الفرن على 160 وبتقعد حوالي 25 دقيقة تقريبا. ودلوقتي دخلها الفرن ونحضر الايسنج مع بعض. هنحط السكر البني والكريمة والزبدة على النار. لحد ما يوصلوا درجة حرارتهم 160. بعد كده هنسيبهم لما يبردوا خالص، وبعدين هنستعملهم علشان نعمل معاهم الايسنج مع بقية المقادير دي. فطبعا بما ان ده لازم نستناه لما حرارته توصل 160 وبعدين تبرد تاني خالص، فاحنا محضرينه من قبل كده. فأجيبه ونبتدي نعمل الايسنج مع بعض. وده بيبقى شكل الصوص اللي هو عملنا على النار بعد ما وصل لدرجة حرارة 160 وبرد خالص، وهنستعمله دلوقتي في عمل الفروستينج. هنحط الزبدة ونضربها شوية لحد ما تبقى زي الكريمة كده خالص. نتأكد أنها مش لازقة في الجناب قبل ما نحط السكر. ونبتدي نضرب.
ممكن نحط شوية القرفة والفانيليا. وبعدين هبتدي احط شوية من الصوص، واشوف لو احتجت تاني هحط تاني، لو ما احتجتش يبقى خلاص. ممكن ياخد شوية كمان. وكده الفروستنج جاهز. وده بيبقى شكل الكب كيكس لما بتتخبز. بس كده عشان أعرف أزوقهم.